على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة التقى ضمك وأبها في كلاسيكو عسير، بداية أبهوية يتصدى لها خالد شراحيلي، والإصرار الأبهوي يحضر الهدف الأول مبكراً عن طريق القائد كريم عواضي. نعم، يبحث عن أول أهدافه، وأول أهدافه تأتي عن طريق كريم. فرقة بن زكري تسعى للعودة مرة أخرى للمباراة، وكرة ثابتة يتفنن فيتور في تسجيلها هدف التعادل لضمك. الله عليك، الله عليك يا جبار، سواها ضمك. شوط ثاني لم يكن فيه من شيء سوى اعتراضات متكررة ومطالبات بالفار، وهجمة وحيدة كانت من نصيب ضمك في آخر الدقائق، وذلك كله قبل أن ينجح البديل أبو شرارة في خطف هدف الفوز والنقاط الثلاث لمصلحة ضمك. هذه كرة ديربي، هذه كرة ديربي، سواها ضمك. فوز ثمين ونقاط ثلاث صعدت بالكتيبة الحمراء للنقطة السابعة، فيما بقي أبها على رصيده السابق بـ11 نقطة.